بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا سهل لنا امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربي يفتح عليكم فتوح العارفين. بداية خير بداية وحده جديده سنت اول ثانوي باذن الله تعالى تكون موفقه وجميله. هاي سنة درجة العادة بين الطلاب أنهم يحكوا هي سنة استراحة لكن في مادة الرياضيات الوضع مختلف لا تفكرها سنة استراحة قبل ما توصل لمادة التوجيه هاي سنة جدا أساسية لمادة التوجيه من هذا المنطلق قررت أني أشرح لكم مادة الأول ثانوي بحيث يكون فيها كل الفائدة بإذن الله تعالى بحيث إذا كنت درسها ومتقنها إنك توصل لمادة التوجيه عندك كل القوة وتكون مادة الرياضيات هي فعليا بسنة التوجيه مادة لرفع المعدل لا تخلي الناس عليك تتعدل أدرس أكثر وأكثر عشان تشوف العلامة الكاملة أقرب وأسهل بإذن الله تعالى رح نمشي معاكم في مادة الأول ثانوي كاملة خلال السنة هاي وخلينا نسمي بالله بأ ونبدأ في الوحدة الأولى قبل ما تبدا في الوحده الاولى تاكد انك حاضر حصص التاسيس متمكن منهم بحيث تدخل بقوه على الوحده الاولى باذن الله تعالى. الوحده الاولى بتحكي عن الاقترانات المتشعبه والمتباينات وراح نبدا اليوم باذن الله تعالى من الدرس الاول اللي بيحكي عن الاقتران المتشعب واقتران القيمه المطلقه. شو الاقتران المتشعب؟ اخواني احنا بنعرف تعرفنا على عدة انواع من الاقترانات، منها على سبيل المثال كثيرات الحدود، وهذا الاقتران كان عبارة عن قاعدة واحدة، لكن الاقتران المتشعب هو اقتران متعدد القواعد، راح يكون في قاعدتين فاكثر، ممكن قاعدتين ثلاث أربعة، بغض النظر، هذا الاقتران بنسميه اقتران متشعب، وكل قاعدة فيها إلها فتره جزئيه مجال جزئي من مجال الاقتران كامل راح نبدا نتعرف عليه ونشوف هيك شكل توضيحي له قبل ما نعرف شو الاهداف اللي بدنا فعندنا هذا المثال التوضيحي هذا الشكل بنسميه اقتران ايش متشعب القيم والاشياء اللي موجوده قبل الفاصله هون هاي بنسميها قواعد الاقتران هاي شو بسميها قواعد الاقتران أما اللي بتيجي بعد الفاصلة فهاي بسميها مجال الاقتران وكل واحدة منهم تشكل مجال جزئي يعني فترة جزئية من المجال الكلي للاقتران وبدنا نبدأ نتعرف عليه خلينا نهتم أول إشي في الاشياء اللي موجوده هون، هذا اللي هو المجال والفتره، بدي بس انبه على كم من شغله قبل ما نيجي نشوف شو اللي بدنا اياه في هذا الدرس. اول شيء بدنا نحكي عن المتباينه، كثير من الطلاب بتغلط في المتباينه وممكن تكون ما بتعرف تقراها، فمثلا لو سالتك قلت لك هاي اكبر ولا اصغر؟ ناس بتجاوبني اكبر وناس بتجاوبني اصغر، لكن فعليا هاي نفسها هي اكبر ونفسها هي اصغر ما في شيء اسمه اكبر واصغر في إشي انا من وين بقرا فعلى سبيل المثال لو جيت حطيت لك هون خمسة وهون أربعة راح تيجي تقراها لو قراتها من اليمين لليسار خمسة اكبر من أربعة ولو قراتها من اليسار لليمين راح تقراها أربعة اصغر من خمسة فلاحظ انا مره قراتها اكبر ومره قراتها ايش اصغر طيب يا استاذي انا من وين اقرأ؟ احنا في الاعداد ما عندنا مشكلة اقرأ من وين ما بدك، لكن اللي بدنا نتفق عليه انه لما يكون في اكس من وين اقرأ؟ دائما تبدأ القراءة من عند اكس دائما، يعني على سبيل المثال لو اجاني هاي اكس اكبر من الاربعة، او اجتني هاي، انا وين الاكس؟ ببدأ القراءة من عندها، هاي بقرأها اكس اكبر من اربعة، وهاي اكس اصغر من أربعة ولاحظ أنه نفس شكل المتباينة لكن من وين قرأت هي غيرت مين اللي هي نقول نطق الإشارة هل هي أكبر ولا هي أصغر فإذا إحنا ما عندنا إشي اسمه أكبر وأصغر هي نفسها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر لكن أنا بهمني من وين أقرأ ورح نتفق أنا وياك دائما نقرأها من عند إكس فمثلا لما تجيني محصورة بهذا الشكل مثلا طلع بالله عليك هاي انا بقدر اقراها بالطريقة الاتية اكس اصغر من خمسة واكبر من سالب اثنين اكس اكبر من سالب اثنين اصغر من خمسة لكن لما تكون محصورة ما بدي تغلب حالك وتقرأها بهذا الشكل يكفي اني احكي انا اكس تنحصر تنحصر يعني تقع بين السالب اثنين والخمسة بين السالب اثنين والخمسة اذا هاي اول شغلة انه كيف نقرا المتباينه لانه بهمني كمان شوي في عمليه التعويض انه والله اعرف وين بدي اجي اشتغل على اي قاعده هي النقطه الاولى الملاحظه الثانيه اخواني الاعداد اللي موجوده هون هاي لو اخذناها من غير ما تتكرر هلا هو في الواحد مكرر هاي الاعداد اللي هي السالب ثلاث اللي موجوده عندي والواحد هاي الأعداد بنسميها نقاط تشعب، نقاط تحول، ومنها حالة خاصة اللي هي طرف الفترة، إذا هاي الأعداد اللي هون بنسميها نقاط تشعب أو نقاط تحول، ومنها في إشي حالة خاصة بنسميه طرف فترة، كيف بدي أميز بين طرف الفترة وبين نقطة التشعب؟ نقطة التشعب هذا العدد إذا بكون عنده مرة أكبر، مرة أصغر اكس اكبر من هذا العدد ومرة ثانية اكس اصغر من هذا العدد هذا بسميه نقطة تشعب اما اذا كان عنده فقط اكس اكبر وفيش اصغر او اكس اصغر وفيش اكبر فهذا بسميه طرف فترة شو بسميه طرف فترة فلو نيجي على السالب ثلاث السالب ثلاث عندها اكس اكبر من سالب ثلاث بس انت شايف في اكس اصغر من سالب ثلاث لا والله ما انا شايف اذا السالب ثلاث هي طرف فتره طرف فتره اما الواحد فانا شايف اكس اصغر من الواحد واكس اكبر من الواحد طبعا اكبر او تساوي بس انا الاكبر والاصغر طالما شفت اكس اصغر من الواحد واكس اكبر من الواحد معناته هاي بنسميها نقطه تشعب أو نقطة تحول، نقطة تشعب أو نقطة تحول، قبلها بيكون الاقتران إشي، بعدها بيصير إشي ثاني إما طرف الفترة بيكون من جهة في اقتران من الجهة الثانية فيش اقتران أنا عندي والله بعد السالب ثلاث إكس أكبر من سالب ثلاث في اقتران بس قبل السالب ثلاث مش موجودة أصلا فما في عندي قاعدة أو ما في عندي اقتران فلازم أميز بين طرف الفترة ونقطة التشاعب هدول الملاحظات مهمات إخواني بشكل كبير جدا لازم تكون عارفهم لازم تكون عارفهم لأن إيش اللي بدنا في الاقتران المتشعب اخواني عندنا عده شغلات سنتعامل نتعامل معها كيف نحدد المجال للاقتران المتشعب كيف نعوض في الاقتران المتشعب كيف نرسم الاقتران المتشعب كيف نحدد المدى لهذا الاقتران المتشعب الشغله الاخيره انه يعطيك رسمه وانت تكتب الاقتران المتشعب منها وهذا الحكي راح نبدا ونشوف كيف نتعامل معاه في الاقتران المتشعب ووضح لك هاي الامور من خلال المثال الاول المثال الاول معطيك هذا الاقتران بحكي لك اجب عما يلي بدي مجال الاقتران اف الاكس مجال الاقتران كلمه مجال الاقتران كثير طلاب بسالهم بقول له شو المجال بصفن فيه ما بعرفش مع انه في جزء منهم بيعرف يطلع المجال على فكره في جاء ناس بتقدر تطلع المجال حسب الاقتران طبعا كل اقتران في له مجال بعض انواع الاقتران بيطلع لي المجال بقول لي هي المجال طب شو المجال بقول لي ما بعرف استاذي المجال انا مش طالب منك تعريف رياضي انا بدي تعرف إن المجال شو هو هو قيمه اكس او مجموعه قيم اكس اللي بعوضها في الاقتران يكون الناتج معرف معرف يعني الجواب عدد حقيقي ما يطلع معي الجواب مثلا لو طلع معك الجواب في مسألة على سبيل المثال خمسة على صفر فهي بنحكي قيمة غير معرفة أنا ما بدي يطلع عدد غير معرف أو مثلا نيجي نحكي جذر السالب أربعة في جذر للسالب أربعة؟ أبداً ما في جذر تربيعي للسالب أربعة، فهي بنسميها قيمة غير معرفة، هسا أنا لما بحكي مجال أن أعوض هاي القيم ويطلع الجواب أو الناتج عدد حقيقي، يعني قيمة معرفة، ما يطلع الجواب غير معرف، فهذا المقصود في المجال. عشان تيجي تحدد المجال إخواني ببساطة بتروح تتطلع وين؟ على الاقتران. باجي اطلع على الاقتران وهي الفتره اللي سميناها مجال الاقتران بس بدنا نكتبه على شكل فتره طبعا كيف بدي اعرفه استاذي باجي على القاعده الاولى بطلع عليها هي تنحصر بين السالب ثلاث والواحد واحنا حكينا العدد اللي ما بيتكرر هذا بنسميه طرف فتره اذا هو هذا الاقتران يبدا من سالب ثلاث بلش من سالب ثلاث بدها تخلص في الواحد اللي تحت كملت اكس اكبر من الواحد هذه لما تكون مش محصوره اكس اكبر من الواحد اما بدها تكون رايحه للموجب ما لا نهايه او جايه من السالب ما لا نهايه طبعا كيف بدي اعرف رايحه ولا جايه من الموجب ما لا نهايه ولا السالب ما لا نهايه ببساطه حسب ما انت بتقرا المتباينه اذا انا قراتها اكس اكبر من الواحد وإحنا اتفقنا قراءتنا دائما من عند إكس طب إكس أكبر من الواحد لو الرايحة للموجب ما لا نهاية إذا هذا الاقتران المجال له من سالب ثلاث للموجب ما لا نهاية هسا بدي أعرف مغلقات ولا مفتوحات مغلقات ولا مفتوحات كيف بعرفها باجي أطلع على السالب ثلاث هل في عندها مساواة إذا لقيت عندها مساواة فمنحطها قوس مغلق دائما وجود المساواة يعني قوس ماله مغلق الموجب ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية دائما أقواس مفتوحة إذا عشان أوجد المجال مرة ثانية كيف بدنا نحدده أنا باجي أطلع على المجال اللي هون عشان تيجي تشتغل عليه وتحدد مجال الاقتران كامل بتشوف هل في بداية للفترة أنا الفترة اللي فوت كونها محصورة معناته في بداية البداية هي بداية مجال الاقتران كامل يبدأ من سالب ثلاث مكمل راح يمر في الواحد وأكبر من الواحد إذا يبدأ من سالب ثلاث بكمل للواحد هي الواحد نقطة تشعب وبعديها إكس أكبر من الواحد طب لوين رايح؟ بلش من سالب ثلاث لإكس أكبر من الواحد أكبر من الواحد لوين؟ للموجب ما لا نهاية كيف بدي اعرف مغلقه ولا مفتوحه؟ ببساطه، انا باجي أطلع على الاطراف، الموجب ما له نهايه، السالب ما دائما اقواس مفتوحه. طيب السالب ثلاث كيف بدي اعرفها؟ لانه عندها مساواه فبحطها قوس مغلق. طبعا في بعض الطلاب بيقول لك انا ما بعرف اميز بين القوس المغلق والقوس المفتوح، يعني شو معنى هذا؟ شو معنى هذا؟ القوس المغلق يعني مسموح تشتغل على السالب ثلاث مسموح تشتغل إذا كان في قوس مغلق عند هذا العدد هذا العدد معرف إما إذا كان ما في قوس مغلق فهذا العدد بيكون غير معرف فبالتالي المجال له من سالب ثلاث للموجب ما لا نهاية المقصود فيها أي عدد بدك تيجي تعوضه في هذا الاقتران يقع من سالب ما ثلاث للمال نهاية رح يطلع إله جواب وجوابه ماله معرف وجوابه معرف، إذا مجال هذا الاقتران من سالب ثلاث للموجب ما لا نهايه ورح نوضحها أكثر في الأمثلة القادمة. طالب مني أوجد مجموعة من الصور إف العدد هاي منسميها صورة، فطالب مني أوجد إف السالب اثنين إف الواحد اف الثلاث و اف السالب اربعة تعال نيجي نشتغل عليهم واحدة واحدة كيف بدي اشتغل عليهم نبدأ فيهم واحدة واحدة بدي اف السالب اثنين وبدنا اف الواحد وبدنا اف الثلاث وبدنا اف السالب اربعة تعال نيجي نتعرف عليهم مكان كل اكس هو حط عدد فانت بدك تحط هذا العدد بس بدك تعرف الفتره المناسبه بمين اعوض كل عدد راح يكون في له فتره واحده مناسبه تعوض فيها قد يكون ما في بالمره اما ما بصير تعوض هذا العدد في كل القواعد هي قاعده واحدة اللي بتناسبه فقط لا غير ممكن ولا قاعدة عادي إما والله تيجي تقول بتعوض في كل القواعد أبدا مستحيل تعال نيجي نشوف بدي اف السالب 2 انا عشان اجي اعوض طلع كيف بدي احدد هل السالب 2 هي نقطه تشعب او طرف فتره هل انت شايفها بعينك هون اذا كنت شايفها بعينك بتعوضها عند المساواه اذا كنت شايفها بعينك في المجال مكتوبه كتابه شايفها في عينك بتعوضها دائما عند المساواه واذا ما كنت شايفها بعينك معناته هي لا نقطة تشعب ولا طرف فترة بتدور على القاعدة المناسبة بدور على القاعدة المناسبة فلما حكالي اف السالب اثنين أنا السالب اثنين مش شايفها هون معناته هي قد تكون داخلية مخفية فباجي بسأل حالي هل السالب اثنين تقع بين السالب ثلاث والواحد هل السالب اثنين موقعها بين السالب ثلاث والواحد آه والله بين السالب ثلاث والواحد معناته القاعدة المناسبة لإلها هي القاعدة الأولى فباجي بكتب سالب اثنين مكان الاكس بتعوض سالب اثنين وبتحط زائد واحد وبتحسبها سالب اثنين في سالب اثنين اربعة زائد واحد خمسة بهذا الشكل طلعت اف السالب اثنين شوف اذا ما كنت شايفها بعينك معناته انا بدي ادور على القاعدة المناسبة هي مخفية ممكن يكون في شيء بنسبها ممكن لا ما بنعرف تعال نشوف هاي اف الواحد بس الحالي هل الواحد انا شايفه بعيني ما انت اذا كنت شايفه بعينك معناته يا طرف فتره يا نقطه تشعب طب انت شايفها بعينك الواحد هون اه والله موجوده موجوده هون وموجوده هون طيب وين اعوضها في الاولى ولا في الثانيه عند المساواه عند المساواه هاي في عندها مساواه لا طيب هاي في عندها مساواه اه معناته بعوضها هون فراح تطلع واحد تربيع عوضت مكان الاكس واحد فواحد تربيع كم واحد بهذا الشكل اوجدت اف الواحد اذا كم طلعت اف الواحد واحد تربيع واحد يجوز يخطر على بال واحد منكم هيك يسال سؤال يقول لي طب استاذي افرض هون فيش مساواه عند الواحد وهون فيش مساواه اذا كانت هون فيش مساواه وهون فيش مساواه بحكي غير معرف شو بحكي غير معرف انه ما قيمه لكن انا هون كان عندي مساواه تعال نشوف بدي اف الثلاث طيب اف الثلاث وين شايفها في عينك انا شايف الثلاث هون لا والله ما انا شايف الثلاث طيب عشان اجي اتعامل معها كيف بدي اطلعها تكون مخفيه دور عليها بسال حالي هل الثلاث تقع بين السالب ثلاث والواحد الثلاث موقعها بين السالب ثلاث والواحد ابدا الثلاث اكبر من الواحد بيجي واحد بيقول لي اكبر او تساوي اوكي انا بيهمني اكبر هي لا تساوي لكنها اكبر من الواحد نعم اذا القاعده الثانيه هي المناسبه لها فبعوض مكان الاكس ثلاث مكان الاكس حط ثلاث ثلاث تربيع كم تسعة نفس الاشي بدي اف السالب اربعة هل السالب اربعة شايفها في عينك هون لا والله ما انا شايفها في عيني طيب بما انك مش شايفها بدك تدور عليها بسأل حالي هل السالب أربعة تقع بين السالب ثلاث والواحد؟ لا لا تقع بيناتهم طيب السالب ثلاث آه عفوا السالب أربعة أكبر من الواحد؟ لا والله مش أكبر من الواحد معناته لا القاعدة الأولى مناسبة ولا القاعدة الثانية إذا ما ناسبها إشي بروح أحكي له غير معرف غير إيش؟ معرف بهذا الشكل انا بكون طلعتهم طب لو بدي اضيف لك واحد والله معي معي ركز معي لو جيت حكيت لك بدي اف السالب ثلاث بسال حالي على طول هل السالب ثلاث شايفها في عيني اه والله اني شايفها في عيني طيب وين تتعوض طالما شفتها في عينك وين شايفها انت هون عند المساواه في مساواه اه والله في مساواه معناته القاعده الاولى هي المناسبه لها مكان الاكس بتروح تحط لي سالب ثلاث زائد واحد سالب 2 في سالب 3 موجب 6 زائد 1 كم؟ 7 بهذا الشكل أنا بكون طلعت مين قيمتها إذا عرفنا كيف نطلع المجال وكيف نطلع مجموعة من الصور، كيف نعوض في الاقتران. الآن بدنا نمثل الاقتران اف الاكس بيانياً، بحكي لك مثل الاقتران اف الاكس بيانياً، بالله انتبه معي عشان تمثلها بيانياً وكيف بدنا نشتغل على كل وحدة. هون راح تاخذ كل قاعدة لحال مع فترتها وتشتغل عليها. بس لما ترسمهم بدك ترسمهم على نفس المستوى البيان كيف تعال فرجيك كيف بدنا نتعامل معها تعال فرجيك كيف بدنا نتعامل معها بدنا ناخذ القاعده الاولى مع فترتها مين الجزئيه القاعده الاولى كانت عندي هاي القاعده مين الاولى اللي هي سالب هي اف الاكس تساوي سالب 2 اكس زائد 1 بس الفتره تبعتها من سالب 3 للواحد سالب 3 اقل او تساوي الاكس اقل من الواحد وعلى فكره هي مسموح لك تكتبها سالب 3 فاصلة 1 بس لأنه فيش مساواة مفتوحة فإن كتبت هاي القاعدة مع فترتها بهذا الشكل لا بأس هس عشان أجي أرسم هاي القاعدة لحالها بالله عليك انتبه بدك تروح تكون جدول الجدول هاد بده يكون فيه قيم لإكس x وقيم لمين ل y هي قيم x هي قيم مين y احنا دائما عشان نمثل في المستوى البياني بدنا x وبدنا y عشان نطلع زوج مرتب زوج مرتب اللي هو بنسميه x فاصلة y الآن بدك تختار قيم لإكس x ول y عشان تختار قيم بتطلع على قاعده الاقتران هل هي خطيه ولا تربيعيه ولا تكعيبيه اخواني اذا كانت خطيه خطيه او ثابت طب استاذ كيف بدي اعرفها خطيه اكبر اس للاكس فيها واحد لو درست التاسيس كان ميزت اللي هي العباره الخطيه اكبر اس فيها للاكس كم واحد اذا كان اكبر اس للاكس واحد بكفي نقطتين والاقتران الثابت اللي فيش فيه اكس بالمره بكفي نقطتين، غير هيك انت بحاجه الى ثلاث نقاط، بحاجه لكم نقطه؟ ثلاث نقاط، فأنا بالنسبة لي هاي المسألة بكفيها نقطتين، هاي القاعدة، ليه؟ لأنه هاي خطية، ودائماً وأبداً بتخذهم من ضمن الفترة، وإذا الفترة إلها بداية ونهاية، فترتها الجزئية إلها بداية وإلها نهاية، خذ أطراف الفترة، خذ أطراف الفترة، فهي باخذ سالب ثلاث وباخذ الواحد، أخذت السالب ثلاث وأخذت الواحد، إذا كان في إلها بداية ونهاية، يعني مش لا نهاية، بتاخذ بداية الفترة ونهايتها، فأخذت السالب ثلاث وأخذت مين؟ الواحد هسا هاي القيم عشان تطلع واي لازم تروح تعوضها في الاقتران، فأنا باجي بكتب اف السالب ثلاث و اف الواحد وتساوي اف السالب ثلاث عوضها في القاعدة سالب ثلاث أه. سالب اثنين في سالب ثلاث زائد واحد والجواب سبعة. بهذا الشكل عند السالب ثلاث سبعة معناته الزوج المرتب تبعي هو سالب ثلاث وسبعة قيمة X و Y الآن F الواحد عوضها في الاقتران سالب اثنين في الواحد زائد واحد سالب اثنين في الواحد سالب اثنين زائد واحد سالب واحد وهي سالب واحد الفترة تبعتي أو الزوج المرتب هو واحد X سالب واحد Y بهذا الشكل طلعت هاي هسا بروح قبل ما انتقل للثاني برسم المستوى البياني تبعي تعال نيجي نرسم مستوى بياني هاي المستوى البياني هذا محور واي وهذا محور مين اكس الان بدنا نيجي نرقم هاي اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة. انت على كل سطر بتحط واحد يعني يا بترقم واحد اثنين ثلاث اربعة او اثنينات ما عنا مشكلة بس عشان تطلع رسمتك مرتبة في الدفتر بتحط على كل سطر رقم ما تحطهم بين الاسطر هاي هون واحد اثنين ثلاث اربعة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب اربعة سالب 2 وهي هون سالب 4 الآن رسمت المستوى البياني إكس وواي بدك تيجي تحدد الأزواج المرتبة اللي طلعت معك على المستوى البياني أنا طلع معي سالب 3 السالب 3 والسبعة سالب 3 إكس على محور إكس هي سالب 1 سالب 2 هي سالب 3 مع السبعة فبطلع بشكل عامودي وبحط نقطة هسه هاي النقطة بدك تعرف هي مغلقة ولا مفتوحة طالما انه انحصرت معناته بدك تحط نقاط يا مغلقة يا مفتوحة السالب ثلاث لانه عندها مساواة فبتحطها حلقة مفرغة السالب ثلاث البداية هاي كان عندها مساواة فبحطها حلقة مالها مغلقة عند الواحد ما كان في مساواة عند النقطة واحد وسالب واحد راح نرسمها بس حلقة مفتوحة يعني باجي عند الواحد والسالب واحد هي السالب واحد هون هيها وبرسمها حلقة مفتوحة هذا الاقتران لأنه خطي فباجي بوصل بناتهم في خط مستقيم بوصل بناتهم في خط إيش مستقيم هاي, هاي كانت خطية فرسمتها طلعت خط مستقيم مرة ثانية عند السالب ثلاث لأنه في مساواة بالرسمة بتحطها حلقة مالها مغلقة عند الواحد كان ما في مساواة فبتحطها حلقة مالها مفتوحة نيجي للقاعدة الثانية القاعدة الثانية اكس تربيع لما إكس أكبر أو تساوي الواحد، فباجي بكتب هاي القاعدة الثانية القاعدة الثانية إف الإكس X وتساوي إكس X تربيع الإكس أكبر أو تساوي مين؟ الواحد، الآن لأنها ليست خطية فبدك ثلاث نقاط، بدي كم نقطة؟ ثلاث، هي إكس، هي واي وهاي الزوج المرتب إكس واي y هسه النقاط هون لاحظ انه هاي مش محصورة بين عددين فبأخذ الواحد الموجود وبختار نقاط اخرى اكبر من الواحد لانه الاكس اكبر من الواحد فبختار نقاط اكبر من الواحد واحد اثنين ثلاث هاي ثلاث قيم وباجي بعوضها في هذا الاقتران فبدي اف الواحد وتساوي واحد تربيع والجواب واحد فباجي بحط هون واحد والزوج المرتب واحد وواحد الآن اف الاثنين فهي عبارة عن اثنين تربيع واثنين تربيع كم؟ اربعة فباجي بحط هون اربعة والزوج المرتب اثنين واربعة هسا الزوج المرتب لو ما كتبته عادي يمكنك تاخده من هون هسا بدي اف الثلاث وتساوي ثلاثة تربيع ثلاثة تربيع كم؟ تسعة فهي باجي بحط تسعة وهاي ثلاثة فاصل كم؟ تسعة بهذا الشكل أنا تعاملت معها وطلعت هاي النقاط هاي النقاط الآن بدي أروح أحددها على المستوى البياني أول نقطة واحد وواحد ولاحظ إنه في مساواة فبدك تحطها قوس حلقة مغلقة إذا واحد وواحد هاي واحد اكس واحد وواي كم واحد وبحطها حلقة مغلقة عند الاثنين كانت أربعة هي عند الاثنين أربعة هي عند الثلاث كانت تسعة هي عند الثلاث كانت كم تسعة وبروح بوصل بناتهم بخط منحني ولأنها مش محصورة الجهة اللي مش محصورة فيها بتكون سهم ممتد هاي رسمة F الإكس هاي رسمه اف الاكس راح تتوضح اكثر مع المثال الثاني مع العمليه ممارسه هسه اخواني بدي اجي اعرف الفكره الاخيره انك تحدد المدى المدى هي نواتج التعويض في هذا الاقتران المدى عشان تحدده بدك تستفيد من الرسم انا عشان احدد المدى لازم ارسم يعني نفترض انه طلب منك توجد المدى لحاله بدك تروح ترسم بعدين تطلع المدى طيب المدى هي قيم واي نواتج التعويض قيم واي فانت بتشوف شو اصغر قيمه لواي طلعت اصغر قيمه لواي طلعت عندي اللي هي السالب واحد لو انا مرقم بالضبط هي سالب واحد عند السالب واحد واطلع من السالب واحد واطلع السالب واحد فبقدر اكتبها واي اكبر من سالب واحد لاحظ من سالب واحد لوين رايحة هل في اسهم ممتدة اه والله في اسهم ممتدة معناته هي من سالب واحد للمال نهاية عشان هيك كتبناها اكبر من سالب واحد هسه اذا ما كان في اسهم ممتدة نفترض نفترض والله او قبل ما نفترض هاي لو بدي اعبر عنها ليش ما حطيت مساواة؟ لأنه غير معرفة عند السالب واحد لو بدي أكتبها فترة فباجي بكتبها من سالب واحد للمال نهاية من سالب واحد للمال نهاية إذا كقيم واي طلعت عندي بلشت من سالب واحد فيش إشي أصغر من سالب واحد بس السالب واحد نفسه مش معرف فعشان هيك ما حطيت المساواه طيب ليش كملت لفوق لانه في سهم ممتد لكن نفترض نفترض مثلا في سؤال ثاني كان عندي موصل لل12 وحلقه مغلقه مثلا موصل بس لل12 وعندي حلقه مغلقه فبكتبها من سالب 1 لل12 ال12 مغلقه قوس مغلق والسالب 1 قوس مفتوح هاي مثلا لو اجتنا بهذا الشكل لكن ما بدي انا اعجقك في كل المعلومات مرة واحدة خلينا واحدة واحدة هذا كان اول مثال نتعامل معه تعال نشوف كمان مثال نثبت الفكرة في عدة افكار احنا عم نشتغل عليها بدنا نيجي نتعامل معها وخلينا نشوف مثال رقم اثنين معطيك اف الاكس اختران في ثلاث قواعد طلع العدد اللي موجود هون هو الاثنين والاثنين فقط هي نقطه تشعب طب شو عرفك انه الاثنين نقطه تشعب لانه مره في اكس اصغر من الاثنين مره اكبر من الاثنين واحد بيقول لي طب في مساواه احنا عشان نعرف نقطه تشعب ولا طرف فتره لازم يكون في اكبر واصغر طالما مره اكبر مره اصغر بغض النظر عن المساواه فهي نقطه ايش تشعب بحكي لك جد مجال الاقتران احنا المثال اللي اخذناه قبل قليل كان في وحده محصوره بتبدا بعدد وبتنتهي بعدد هم ما عندي شيء محصور عشان تحدد المجال اكس اصغر من الاثنين طب اصغر من الاثنين لوين من وين لوين اصغر من الاثنين يعني تبدا من سالب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه دائما قوس مفتوح اكس اكبر من الاثنين طب اكبر من اثنين لوين رايحه للموجب ما لا نهايه اذا مجال هذا الاقتران من سالب ما لا نهايه للموجب ما لا نهايه يعني اي عدد بدك تعوضه رح يطلع ماله معرف اي عدد بدي اعوضه رح يطلع معرف او بيحكوها المجال مجموعة الأعداد الحقيقية ح أو R بالإنجليزي بكتبوها ار R, R. رمز لمجموعة الأعداد الحقيقية بالإنجليزي وبالعربي ح فبدنا ننتبه إنه هاي من سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية أي عدد بدك تعوضه رح يطلع ماله معرب طالب مني أوجد مجموعة من الصور بدي إف الواحد تعال يا عمي هاي إف الواحد بدي إف الاثنين وبدي F الخمسة تعال واحدة واحدة باجي بسأل حالي كمان مرة اطلع كيف بعوض في الصور الواحد اللي أنا بدي أعوضه شايفه بعيني هل أنت شايفه بعينك هون؟ لا والله مش شايفه بدور على القاعدة المناسبة فباجي بحكي الواحد أصغر من الاثنين لأنه أنا بدي أعوض مكان اكس الواحد أصغر من الاثنين اه والله أصغر من الاثنين معناته القاعدة الأولى المناسبة لإله هي ثلاث مكان الاكس واحد زائد اثنين ثلاث في واحد زائد اثنين كم؟ خمسة طب ممكن تضبط عليه واحدة ثانية؟ مستحيل الواحد بيساوي الاثنين الواحد اكبر من الاثنين لا اما قاعدة او ولا اشي وهون لانه حكينا المجال ار معناته لازم في قاعدة اف الاثنين اه والله الاثنين انا شايفها في عيني طلع عليها وينها؟ هيها هي الاثنين طب اين تعوض؟ طالما شفتها في عينك معناته هي طرف فتره يا نقطه تشعب وحكينا عنها نقطه تشعب نقطه تحول اذا تعوض عند المساواه لا بعوضها هون ولا هون هون فيش مساواه وين بدي تعوض هون طب فيش اكس تعوضها بتضل خمسة طالما ما في اكس هذا ثابت التعويض في الثابت الثابت نفسه طيب بدي اف الخمسة انا الخمسة مش شايفها في عيني طيب أصغر من الاثنين؟ لا بتساوي الاثنين؟ لا أكبر من الاثنين؟ نعم معناته التعوض في هاي القاعدة واللي هي اثنين في خمسة ناقص واحد عشرة ناقص واحد والجواب كم؟ تسعة عشرة ناقص واحد والجواب كم؟ تسعة بهذا الشكل احنا تعملنا معها وعوضنا هاي القيم الان خلصنا من الصور بحكي لك مثل الاقتران بالله اطلع بدك تشتغل عليهم قاعده قاعده تاخذ القاعده الاولى الثانيه الثالثه واحده واحده الان اول قاعده بدي اياها القاعده الاولى كانت اف الاكس تساوي 3 إكس زائد 2 الفتره تبعتها اكس اصغر من الاثنين بدي اروح اكون جدول هي الجدول يكفي يكون في قيمتين هي اكس وهي واي حابب تكتب الزوج المرتب بسير خلاص بامكاني انا ما اكتبه ليش اضيع الوقت في الكتاب بيكتبه احنا بهمنا كيف ناخذه من الجدول وعلى طول نحددها على الرسمه الان لانها خطيه هي خطيه بكفي ثنتين لو كانت العباره مش خطيه بدي اكثر من ثنتين انا الان بدي ثنتين ايش اخذهم؟ هل في محصوره؟ الاثنين واحدة منهم طب الثانية ثانية من عندك بس بدها تكون أقل من الاثنين ما الاكس أقل من الاثنين فبدي أخذ الواحد الصفر أي عدد الآن باجي بعوض هون اف الاثنين وتساوي هاي اف الاثنين وتساوي هاي اف الاثنين عوضها ثلاثة في اثنين زائد اثنين واللي هي ثمانية هاي باجي بحط ثمانية طيب الواحد عوض الواحد اف الواحد وتساوي ثلاثة في واحد زائد اثنين والجواب كم؟ خمسة فباجي بحط هون خمسة هسا بدي اجي ارسم مستوى بياني هاي المستوى مين؟ البياني هذا محور واي وهذا محور مين اكس هي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبعة ثمانية طيب طلع بالله عليك نيجي هسا نرسم القاعدة الأولى عند الاثنين اكس كانت ثمانية واي هي عند الاثنين اكس ثمانية واي بطلع هيك لسوى الثمانية بس بدي أعرف هي اثنين اكس ثمانية واي مغلقة ولا مفتوحة كيف بدك تعرف مغلقة ولا مفتوحة ما كان في مساواة لأنه ما في مساواة معناته حلقة مالها مفرغة عند الواحد خمسة هي عند الواحد باجي هي خمسة هي دائما وهي رسمته لاحظ انه سهم ماله ممتد سهم ماله ممتد ليش؟ لانها ما انحصرت شوف لما تكون محصورة بين عددين يكون الطرف حلقة مغلقة الطرف حلقة مغلقة إذا مش محصورة بين عددين راح يكون من طرف مغلق الطرف الثاني حلقة والثاني سهم ممتد انا الاثنين موجودة فهاي بدها تكون عندها حلقة الواحد مش شايفها بعيني معناته بحطها وبدي اكمل سهم ماله ممتد هاي اللي هي القاعدة مين الاولى هسا نيجي على القاعدة مين الثاني القاعدة الثانية لاحظ هاي فقط صورة هاي اف الاكس تساوي خمسة بس هي حصرا لما إكس تساوي 2 اذا ما في اكبر واصغر فهي بنسميها صوره لا بدها جدول ولا بدها شيء اف الاثنين كم طلعت خمسة وهي نقطه صوره يعني نقطه اذا كانت ما في اكبر واصغر فقط مساواه معناته نقطه تعال يا عمي عند الاثنين خمسة هاي عند الاثنين خمسة بس لانه مساواه فبحطها ايش حلقة مغلقة عند الاثنين كم كانت؟ خمسة هيا هسا نيجي للقاعدة الثالثة القاعدة الثالثة 2 x ناقص واحد لما x أكبر من الاثنين أف الإكس تساوي 2 x ناقص واحد لما x أكبر من الاثنين طالما في أكبر وأصغر معناته بدك جدول هاي الجدول, هي الجدول. ويكفي قيمتين لانها خطيه القيمه الاولى 2 واكبر من 2 3. عوضها في الاقتران هي اف الاثنين. وتساوي 2 في 2 ناقص 1 والجواب 3. فباجي بحط هون 3. 4 ناقص 1 3. اف الثلاث. 2 في 3 ناقص 1. 2 في 3 6 1 5 فباجي على الرسم الان عند الاثنين عند الاثنين كانت القيمه 3 هي عند الاثنين 3 بس لاحظ هاي البدايه هاي مين هي البدايه اول قيمه وعندها شايفها في عيني فلازم تكون حلقه اما مغلقه او مفتوحه لانه فيش مسواه معناته مفتوحه هي عند 3 اكس 5 واي هاي 3 اكس خمسة واي بطلع لسوا الخمسة هي وبرسمه سهم ايش ممتد برسمه سهم ممتد هي. هاي الرسمة تبعتي ليه سهم ممتد لانها مش محصورة بهذا الشكل انا رسمت مين منحنى او هذا الاقترار رسمت هذا الاقترار طالب مني جد المدى بدك توجد مين؟ المدى، المدى على طول نظرك على محور واي. من وين بلشت؟ طب ما هو في سهم ممتد. سهم ممتد ونازل للاسفل، اذا بلشت من سالب ما لا نهايه. وين خلصت؟ سهم ممتد للاعلى للموجب ما لا نهايه. اذا المدى من سالب ما لا نهايه للموجب ما لا نهايه، وبامكاني اكتبها ار، بامكاني اكتبها ار بهذا الشكل احنا شفنا كيف نطلع الخصائص هاي وبدي منك الان يا اخوي يا اختي الكريمه توقفي الفيديو يا ابطال ونيجي نجرب نحل احنا هذا السؤال بدي تحاول تحل تدريب واحد انت تحاول تحل تدريب واحد وتشوف تزبط معك هاي الاسئله ولا لا يا رب تكونوا جربتوا وقفتوا الفيديو وتعاملتوا معها وخلينا نشوف هاي المسألة بدنا نحلها سوا عشان تتأكد انه حلك صح ولا غلط معطيك اقترام متشعب في قاعدتين نقطة التشعب هي السالب اثنين نقطة التشعب مين هي السالب اثنين طالب مني اوجد المجال هل الاولى محصورة؟ لا اكس اصغر من سالب اثنين اصغر من سالب اثنين يعني للسالب ما لا نهايه القاعدة الثانية شايفها محصورة؟ أبدا X أكبر أو تساوي سالب 2 طب أكبر من سالب اثنين لوين؟ للموجب ما لا نهاية ودائما الموجب ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية اتفقنا أقواس مفتوحة ومسموح لك أنك تكتبها R مسموح لك أنك تكتبها R أو ح مجموعة الأعداد الحقيقية طالب مني تعويض مجموعة من القيم بدي اف الواحد وبدي اف السالب اثنين وبدي اف السالب ثلاث بالله تطلع واحدة واحدة الآن عشان أجي أتعامل معهم بس على اف الواحد انت شايف الواحد في عينك شايفه هون لا والله ما عاد ندور على القاعدة المناسبة باجي بمكان الاكس بتحط الواحد الواحد أصغر من سالب اثنين لا انسى الواحد أكبر من سالب اثنين؟ آه والله أكبر، معناته بتتعوض في القاعدة الثانية. هي سالب اثنين في الواحد ناقص ثلاث. سالب اثنين في الواحد سالب اثنين ناقص ثلاث سالب خمسة. بهذا الشكل طلعت اف الواحد. هسا بدي اف السالب اثنين. هل السالب اثنين شايفها في عينك؟ آه والله شايفها في عيني. تعوض عند المساواة، معناته هي نقطة التشعب، نقطة التحول، أو والله هي عند المساواة فأنا باجي أعوضها سالب اثنين في سالب اثنين ناقص ثلاث سالب اثنين في سالب اثنين أربعة ناقص ثلاث كم؟ واحد بهذا الشكل طلعت قيمتها هسا بدي أف السالب ثلاث، هل السالب ثلاث شايفها في عينك؟ لا والله ما أنا شايفها في عيني، تمام دور على القاعدة المناسبة السالب ثلاث أقل من السالب اثنين آه والله أصغر من السالب اثنين معناته تعوض في القاعدة الأولى وهي سالب ثلاث زائد ثلاث مكان الإكس حطينا سالب ثلاث والجواب كم؟ صفر والجواب صفر هذا كان الفرع الأول والفرع مين؟ الثاني طبعا هذا التدريب مش محلول عندك حاب تكتب حلوله اكتب حلوله عندك عشان ننتقل للفرع مين؟ الثالث وقف الفيديو اكتب حلول لانه بدي امسحها عشان انحل الفرع مين الثالث الفرع الثالث بده تمثل الاقتران بيانيا بدنا نروح نمثل هذا الاقتران ماله بيانيا طيب كيف بدنا نيجي نشتغل عليه بيانيا تعال بدك تاخذهم قاعده قاعده اول قاعده اف الاكس تساوي اكس زائد 3 مع فترتها اكس اقل من سالب 2 بدي اروح اكون جدول لانها خطيه بكفي يكون فيها نقطتين هي اكس Y النقطه الاولى اللي انت شايفها هون واصغر منها لانه اكس اصغر من سالب 2 اصغر منها سالب 3 هاي القيم بدي اروح اعوضها في القاعده تعال نيجي نعوضها هاي اف السالب 2 و اف مين السالب 3 اف السالب 2 حكينا بتتعوض عوضها في هاي القاعدة في القاعدة الأولى سالب 2 زائد 3 والجواب كم؟ 1 عوضها سالب 3 زائد 3 والجواب كم؟ 0 إذا هون 1 هون 0 بدنا ننتبه هي بتبلش عند السالب اثنين بس السالب اثنين لانه فيش مساواة حلقة مالها مفرغة تعال يا عمي نيجي نرسم المستوى مين البياني هاي محور واي وهاي محور مين اكس هاي واحد اثنين ثلاث سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سالب واحد سالب اثنين هاي اللي هو المستوى مين البياني طيب أول قيمة عند السالب اثنين كانت واحد فباجي عند السالب اثنين واحد هاي بس دير بالك لأنه السالب اثنين أنا شايفها هون هاي بدها حلقة مغلقة ولا مفرغة لا والله لأنه فيش مساواة حلقة مفرغة فباجي برسمها حلقة مالها مفرغة عند السالب ثلاث صفر هي السالب ثلاث إكس صفر واي يعني لا راح تطلع ولا راح أنزل راح تكون هون ومن هون باجي برسمها سهم ممتد هي سهم ماله ممتد الآن نيجي للقاعدة الثانية، هاي القاعدة الثانية، باجي بكتب إف الإكس تساوي سالب اثنين إكس ناقص ثلاث، بدي أكون جدول، قيمتين بكفي، لأنها خطية إكس واي طبعاً الإكس أكبر أو يساوي سالب اثنين، رح نأخذ السالب اثنين وقيمة أكبر منها السالب واحد. الصفر، ما عنا مشكلة. هي السالب 1، تعال نيجي نعوضهم. إف السالب 2 وإف مين؟ السالب 1. عوض في الاقتران. سالب 2 في سالب 2 ناقص 3. 4 ناقص 3، 1. سالب 2 في سالب 1 ناقص 3. اللي هي 2 ناقص 3 سالب 1. إذا هون طلعت 1. وهون سالب واحد فباجي على المستوى البياني عند السالب اثنين هي عند السالب اثنين كم كانت القيمة واحد عند السالب اثنين كانت القيمة كم واحد فهاي عند السالب اثنين بدك تيجي تحطها ايش واحد هاي وحطيتها مغلقة حطيتها ايه طب يا استاذي اجت على القديمة لما بتيجي على القديمه وبتصير مغلقه معناته ان عوضت في الاولى وان عوضت في الثانيه راح تطلع نفس القيمه، يعني سالب اثنين لو عوضتها هون، لو عوضتها هون بتطلع نفس القيمه، فطلعت حلقه مغلقه فوق حلقه مفرغه، بعتمد المغلقه. الان عند السالب واحد كم؟ سالب واحد، هي عند السالب واحد باجي بحطها سالب واحد، وهو سهم ايش؟ ممتد بهذا الشكل أنا بكون رسمت مين هاي الرسمة هاي رسمة الاقتران اف الاكس هاي رسمة الاقتران اف الاكس بإمكانك طبعاً هاي الكتابة تعملها سكرين شوت عشان تكتبها عندك هيها عشان التعويض وهاي الرسمة بإمكانك برضو تاخذها هسا بدي توجد المدى المدى من وين لوين لاحظ بتطلع على محور واي أسهم ممتدة للأسفل معناته ببلش من سالب ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية قوس مفتوح لكن في الأعلى هو توقف عند الواحد وين توقف عند الواحد فباجي بكتبها للواحد ولأنه قوس مغلق أو حلقة مغلقة فبحطها قوس مغلق لأنه حلقة مغلقة يعني معرفة فبحطها قوس ماله مغلق بهذا الشكل أنا تعاملت مع هذا المثال يا رب تكون حليته صح يا رب إخواني كل بداية صعبة النجاح مش إشي سهل مش إشي بسيط لأن البعض منكم بيأس بقول لك يا عمي خلص لا بدي أدرس ولا بدي أغلب حالي أبدا إخواني لو إنه النجاح إشي بسيط وسهل كان كل الناس ناجحة كل الناس بتحقق أحلامها وناجحة أستاذي كل بداية بدها تعب كل ما تعبت في البداية بترتاح مع تقدم الوقت وأنا أصلا هيني هون كتب لك حكمة لا يضع الله حلما في عقلك إلا وقد زودك بالقدرات عشان تحقق هذا الحلم يعني أنت عندك قدرات في كل شيء بس في الدراسة بعضنا والله هيك بتكاسل بتقاعس خلينا نشوف تدريب اثنين بدي كل واحد منكم يحاول يحل تدريب بيتي اثنين تدريب هذا وقف الفيديو وجرب تحل لي هذا التدريب يا رب تكون وقفت الفيديو وجربت تحل هذا التدريب خلينا نشوفه مع بعض في اقتران في كم قاعدة ثلاث قواعد والغلبة لا 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 نفس المبدأ نفس الأسلوب أول إشي بده المجال بطلع على أول قاعدة محصورة لا والله إكس أقل من سالب واحد طب أقل من سالب واحد من وين يعني؟ من سالب ما لا نهاية آخر قاعدة x أكبر من ثلاث x أكبر من ثلاث معناته لوين؟ للموجب ما لا نهاية إذا بعبارة أخرى بقدر أحكي المجال R المجال ماله R هي من سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية طالب مني أوجد F الأربعة F الاثنين و F السالب ثلاث هي F الأربعة اف الاثنين و اف السالب ثلاث وتساوي الآن نيجي نبدأ نعوض اف الاربعه اف الاربعه هل انت شايفها في عينك؟ شايف الاربعه هون؟ لا والله مش شايفها بدي عليها الاربعه اصغر من سالب واحد؟ لا الاربعه بين السالب واحد والثلاث؟ لا الاربعه اكبر من ثلاث؟ نعم معناته الأربعة بتتعوض هون هاي أربعة تربيع مكان الإكس حطينا أربعة أربعة تربيع كم؟ 16 الآن إف الاثنين إف الاثنين طلع بالله عليك هل أنت شايفها في عينك؟ لا والله ما أنا شايفها في عيني طيب إف الاثنين أصغر من سالب واحد لا بين السالب واحد والثلاث آه والله بين السالب واحد والثلاث وهو ثابت كم قيمته؟ 6 وهو ثابت كم قيمته 6 الان بدنا اف السالب 3 اف السالب 3 مش شايفها بعيني بس هي اصغر من سالب 1 فهي 3 ناقص 2 في سالب 3 والجواب سالب 2 في سالب 3 موجب 6 و3 9 هاي كيف نطلع هاي الصور بهذا الشكل انا اوجدت هذه الصور تعال نشوف مطلوب ثلاث اللي طالب منك تمثل منحنى الاقتران غلبة لا والله ثلاث قواعد نفس المبدأ نفس الأسلوب بدك تأخذ كل قاعدة مع فترتها كل قاعدة بدنا نأخذها مع فترتها القاعدة الأولى f الإكس تساوي ثلاثة ناقص اثنين x فترتها x أقل من سالب واحد خليها حسنا نرجع نسوي لها الجدول القاعده الثانيه اف الاكس تساوي 6 الفتره تبعتها سالب 1 اقل او تساوي الاكس اقل او تساوي 3 والقاعده الثالثه اف الاكس تساوي اللي هي اكس تربيع الفتره تبعتها اكس اكبر من 3 هدول اللي بدنا نيجي نشتغل عليهم واحدة واحدة ونبدأ نكون جدول لكل واحدة لان بالنسبة للأولى لأنها خطية بكفي قيمتين هي إكس هي واي. القيمة الأولى انت شايفها في عينك فيش غيرها وقيمة أصغر من السالب واحد لأنه إكس أصغر من سالب واحد هي سالب اثنين بدك تيجي تعوضها في الاقتران إف السالب واحد و إف السالب 2 طبعا إذا أنت عندك قدرة تعوض شفوي بإمكانك تعوض شفوي مش شرط كتابي فهي ثلاث ناقص اثنين في سالب واحد والجواب خمسة هي ثلاث ناقص اثنين في سالب اثنين والجواب سبعة إذا هون خمسة وهون كم سبعة تعال نيجي نسويهم على المستوى مين البياني هاي المستوى مين البياني هاي محور واي هاي محور ايش اكس هسه هاي واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب اربعه الترقيم هون هاي اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة ستة اربعتاش ثمانية ثمنتاش الى اخره طيب وهي هون سالب اثنين سالب اربعة القاعدة الاولى كانت عند السالب واحد خمسة وعند السالب اثنين سبعة عند السالب 1 5 هي عند السالب 1 كانت 5 وال5 بين الاربعه والسته وعند السالب 2 7 والسبعة بين السته والثمانيه لكن السالب 1 ما كان عندها مساواه لاحظ ما كان في ايه في مساواه لذلك حلقه مفرغه وهي مش محصوره يعني الطرف الاول راح يكون حلقه مفرغه وبعديها الطرف الثاني سهم ماله ممتد بهذا الشكل هاي القاعدة الأولى هسنيجي للقاعدة مين؟ الثاني القاعدة الثانية فعليا ما في داعي تكون جدول أصلا بس مع ذلك عشان ما تغلط أنا بدي أعطيك إياها تكون جدول بس محصورة بين قيمتين هي سالب واحد وهي ثلاث التعويض هون دائما ستة الاقتران الثابت ما في إكس تعوض فيها فدائما ستة عشان يقول لك لو ما كونت جدول عادي ولاحظ انها محصورة بين قيمتين يعني هم ما في اسهم ممتدة عند السالب واحد ستة وعند الثلاث ستة عند السالب واحد بدك تيجي تحط ستة عند الثلاث ستة هي بس الثنتين في عندهم مساواة معناته هون حلقة مغلقة حلقة مغلقة وهي عند الستة هاي رسمته خط مستقيم الآن الثنتين كان في عندهم مساواة عشان هيك مغلقات هسا نيجي لهاي هاي عشان تيجي تتعامل معها لاحظ لأنها مش خطية بدها ثلاث قيم هي X و Y ثلاث قيم القيمة الأولى ثلاث وأكبر منها أربعة خمسة تعال هاي سهلة تعوضها شفوي ثلاث تربيع تسعة 4 تربيع 16 5 خمسة تربيع 25 خمسة ونيجي ايش نرسمها عند الثلاث كانت 9 هي عند الثلاث كانت 9 هي عند الأربعة 16 عند الخمسة 25 فيش داعي والله انك تروح توصل ال 25 خلص وصلها بس دير بالك عند الثلاث ما كان في مساواه فحلقه مفتوحه وهذا اقتران تربيعي هي بهذا الشكل هاي كانت رسمه مين الاقتران بهذا الشكل رسمنا مين الاقتران هاي الرسمه اذا بدك اياها لان السؤال عندك مش محلول تعمل سكرين شوت عشان تنقلها براحتك وهي اللي هي الجداول اللي سويناها عشان نرسم الثلاث قواعد هاي كانت فكرة كيف نتعامل معه وكيف نرسم هذا الاقتران الآن طالب المطلوب الأخير إنك توجد المدى بالله نيجي نطلع المدى على محور واي شو أقل قيمة على محور واي هي كانت الخمسة بس عندها حلقة مفرغة إذا من الخمسة وإطلع ليش إطلع لأنه أسهم ممتدة فأنا بقدر أكتب المدى هون هو عبارة عن واي أكبر من الخمسة أو إذا بدك تكتبها هي خمسة بس قوس مفتوح لأنه حلقة مفرغة للموجب مالا نهاية هذا بهذا الشكل أوجدنا المدى إذا زي ما انت شايف تعرفنا على الخصائص إخواني هاي الأمثلة الأربعة الأصل إنك أنت عنا حلت لك اثنين وانت جربت تحل اثنين تدرسهم كمان مرة تتمكن منهم الفكرة واحدة لأي اقتران بنفس الأسلوب بنفس الطريقة وفي عنا مجموعة من الأسئلة في ورقة العمل راح نشوفها بإذن الله تعالى مع بعض إيه راح توقف اليوم لهون بكفيك الله يعطيك ألف ألف عافية تعبت معنا إيه، بعدها بعديها راح يكون في فيديو صغير على إيجاد قاعدة الإقتران ما تبدأ فيه إلا لما تكون منهي ومنجز اللي أخذناه كيف بدنا يعطينا رسمه ونوجد قاعده الاقتران راح تكون بالفيديو اللي بعده باذن الله تعالى الله يعطيكم الف الف عافيه يا رب تكون وصلتكم المعلومه كامله اي سؤال انا جاهز بامكانك ترسل لي وتسالني اي سؤال الله يعطيكم الف عافيه